إذن الصور التي جاءتنا هكذا من محطة وهران الجهوية، فوز كاسح بخمسة أهداف لجماعة وهران. ضمن تغيير المدرب أعطى ديكليك لهذا الفريق، لكن ليس بخمسة. لا يعني ديكليك بخمسة أن الترجي مستغل من قوي خارج قواعده. لا صراحة يعني مجيء العوفي، تعادل في اتحاد الحراش، واليوم يعني تأكيد النتيجة الإيجابية. ممكن من ناحية الهجومية اليوم فطن هجوم جمعية وهران، نفوز يعني بالأداء خارج قواعده. هذا شوف، هذا الفريق انا نصنفه من احسن الفرق في القسم الوطني الثاني، لكن المردود والنتائج يعني غير مستقره. اليوم يفوز خارج ديار، من بعد ينهزم داخل دياره، يعني النتائج ممكن المشاكل الماديه هي اللي خلات. فوز مهم من الناحيه المعنويه لجماعه وهران. نعم فوز مهم، وبالنسبه للترجي مستغانم لازم يراجع حسابات الترجي نتمنوا ان شاء الله كاع لقاءاتني غادي نديروا في وهران سيده قازيكو، وكانت عندها رغبه واراده والجمهور يعاود ولا نبدل النقطه تاع الحراش عاود ولا، كانت رغبه تاع المسؤولين كما يقول لك المسؤولين كاع بصفه عامه والانصار والصحافه، باش جمعيه وهران ان شاء الله تقعد في القسم الوطني الثاني ان شاء الله. اذا فوز مهم لجمعيه وهران يتنفس به